دلوقتي نروح لعلا القائد، مراسلتنا من البنادي الزمالك، عشان تقول لنا اخر التطورات هناك. يا علا برحب بيكي، وماذا لديك اليوم؟ صباح الفل عليك يا نادين، صباح الفل عليك احمد حازم. طبعا يوم استثنائي ويوم جميل ان شاء الله، ينتهي بالابيض، ينتهي بابيض بخطين حمر ان شاء الله. السوبر يكون زملكاوي، وخلينا نقول خاب من استهان بالفارس الابيض. خلينا نقول كل التعليقات وكل ما هو يحدث في الفتره دي من كلام سلبي على نادي الزمالك، اعتقد انه هيكون بالعكس ان شاء الله. داخل الملعب هنشوف اداء رائع، اظن واعتقد ذلك، وانا من الناس المتفائلين جدا بهذه المباراه. اشوف ان نادي الزمالك ان شاء الله هيأدي اداء منقطع النظير، بس اهم حاجه يعني نظريتي المتواضعه، طبعا يعني ممكن تكون مش اساسيه قوي، لكن خلينا نقول ان نص الملعب يا احمد هو من اساسيات المباراه اليوم. نص الملعب هتكون خناقه شويه ما بين الزمالك والاهلي، خناقه مشروعه طبعا، ان شاء الله تنتهي لصالح نادي الزمالك، لكن اوعدكم ان شاء الله من اول 30 دقيقه عدت في هذه المباراه بدون اهداف نادي الزمالك او تكون الغلبه لنادي الزمالك، ده ممكن يخلي المباراه تمشي في الاتجاه اللي احنا حابينه، هو طبعا ان الزمالك ياخد السوبر. فعلى كل اللاعبين الالتزام والهدوء في اول نص ساعه من المباراه. احنا موجودين داخل نادي الزمالك، موجودين مع اعضاء نادي الزمالك اللي النهارده يوم استثنائي بالنسبه لهم، ويمكن درجات الحراره عاليه وكالعاده جمهور الزمالك، اعضاء نادي الزمالك، اعضاء نادي الزمالك موجودين من صباح باكر. ان شاء الله يكونوا النهارده سعداء، اعتقد ان شاء الله ان الزمالك يكسب. هنشوف الشوارع كلها متقفله. عايزه اقول لكم كمان وانا داخله الصبح كانت الشوارع متامنه بالشرطه، الدنيا لطيفه وهاديه، واعضاء نادي الزمالك كلهم متفائلين خير وعايزين يشوفوا اداء كمان جيد ان شاء الله. احنا طبعا عندنا ماتش هاندبول النهارده بالتاكيد داخل نادي الزمالك، يمكن النهارده يوم رياضي اذا كان سوبر افريقي او في الهاندبول. الكوماندوز كالعاده طبعا ان شاء الله يكونوا متفوقين اليوم. عندنا حاجات كتير في نادي الزمالك بالعاصمه، وانا عارفه ان هو في العاصمه، انا قصدي ان النهارده اعضاء نادي الزمالك مترقبين كذا حدث النهارده داخل اسوار نادي الزمالك، بيتابعوا من خلال الشاشات اذا كان هاندبول او اذا كان السوبر الافريقي. النهارده يوم زملكاوي ان شاء الله يكون الغلبه على جميع الاصعده، مش بس الكوره والمكسب ضد النادي الاهلي، ايضا الهاندبول اللي معودنا دايما ان هو صاحب الفرحه الكبيره، ان شاء الله يكون الفرحه اتنين النهارده، والجمهور النهارده يروح مبسوط عن جمهور الزمالك اللي فيه طبعا العاصمه المملكه العربيه السعوديه، عاصمه الرياض. ان شاء الله يكونوا النهارده متفائلين، واكيد النهارده هيكون ليهم دور كبير وداعم كالعاده. جمهور نادي الزمالك بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، واكيد لاعبي نادي الزمالك النهارده بكل يعني قوه هيردوا داخل الملعب ان شاء الله ليله زملكاويه. كنت معاكم من داخل نادي الزمالك، وان شاء الله نرجع لكم متابعين معاكم التغطيه الى اخر اليوم، سواء في السوبر الافريقي او في الهاندبول. كلمه لكم.